السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راغب أمل من The Fashion Security، حلقة جديدة إن شاء الله سأتحدث فيها عن قرص الصلب كما وعدتكم في خلال دروس الهاردوير. سنتحدث عن كيفية أو كيف يعمل القرص الصلب، كيفية إصلاحه كذلك في يعني في خلال الأعطاب التي يمكن أن يصاب بها كذلك القرص الصلب. فأولا، ما هو القرص الصلب؟ القرص الصلب هو هذا الجهاز الذي تراه على الصورة، إذا هذا يسمى بالقرص الصلب. عندما تريد أو عندما تتساءل عن هذا الجهاز كم من أو كم هي سعة القرص الصلب، فأنت بصورة مباشرة تتحدث عن سعة هذا القرص الصلب. الأقراص الصلبة أو كيفية أو تصنيف الأقراص الصلبة، يصنف القرص الصلب فيما يسمى بالماس ميموري أو لميموار دو ماس. لميموار دو ماس تتميز أو يتميز يعني لميموار دو ماس بكون أنها تستطيع تخزين أكبر كمية من البيانات. فمثلا عندما نتحدث عن ريجستر ميموري أو لميموار دو ريجستر، فالميموار دو ريجستر يعني والتي تأتي في قمة الهرم، فيعني تأخذ فقط بعض الكيلوات. ولكن عندما نتحدث عن ماس ميموري أو لميموار دو ماس، فإننا نتحدث عن تيرابايت، جيجابايت، ميجابايت إلى غير ذلك. فهذا يعني فقط كتصنيف للأقراص الصلبة. الآن نقول من ماذا يتكون القرص الصلب. القرص الصلب يتكون أولا من بطاقة أم. عندما أقول بطاقة الأم، أن هذا القرص الصلب كذلك لديه معالج ولديه يعني كافة المكونات التي يمكن أن تسهل عملية تخاطب القرص الصلب مع باقي مكونات الحاسوب. كذلك عندما نفتح الكوفر، وهذا ما لا أنصح به أي شخص لأن هذه الأقراص الصلبة تالفة، فعندما نفتح هذا الكوفر أو هذا الغطاء ستجد هذه الإبرة، وستجد ما يسمى باللغة الفرنسية البلاتين. جميل. هذه الإبرة يعني تكوينها، سنتحدث عن تكوين هذه الإبرة. هذه الإبرة تتكون من دي بوبين. هذه البوبين هادو يعني الدور ديالهم أن في الحالة اللي كنبغي أنني نأونغيجيستري شي حاجة في الديسك دور، فهاد البوبين هادي غادي ترسل واحد شرارة ضوئية، أو عفوا غادي ترسل واحد الشرارة ضوئية لهاد البوبين. هاد البوبين اللي كاينة هنا، فحنا كنعرفوا ان البوبين اللي كيدوز فيها الضوء فكتطلق مغناطيس. هاد لا سورفاس اللي كتشوفوا هنا هي تتكون اكثر حساسيه للمغناطيس. فملي هاد الشوكه هادي كترسل داك الحقل المغناطيسي، هو حقل مغناطيسي بسيط يعني ضعيف جدا، ولكن تيأثر على هاد البلاتين هادي. فملي كتبغي تسوفغاردي شي حاجه كيدوز الضوء في هذوك لي بوبين وكيوليو بهذيك السرعه باش كيدوز هذا القرص الصلب كيتونغيستراو دي بوين اللي فيهم المغناطيس، اللي فيهم داك الشحنه المغناطيسيه. فبالتالي حنا كنعرفوا ان السيستم بينار، لان حنا كنعرفوا ان البي سي ما كينتربريتيش هذيك الهضره ديالنا كما كنكتبوها حنا، فهو كينتربريتيها بالزيرو والواحد اللي تنسموه الكوداج بينار او البينار او سيستم بينار. فالسيستم بينار هو الزيرو والواحد. البي سي اي مكون في الحاسوب حتى في التليفون ديال في لا جينيراسيون نوميريك اللي كنعيشوا دابا، فحنا عندنا البي سي يعني تنخدموا بالزيرو والواحد 1 اي 0. كذلك 1 اي 0 كيفاش كتمثل ليا في القرص الصلب؟ كتمثل لي 1 هي البلاصه اللي فيها المغناطيس، 0 هي البلاصه اللي ما فيهاش المغناطيس، اي 1 فيه المغناطيس، 0 ما فيهش المغناطيس، 1 فيه المغناطيس، 0 ما فيهش المغناطيس. متفقين؟ يعني هكا تيتونغيستراو لي دوني. 1 يعني كاينه شراره مغناطيسيه، اي كاين مغناطيس في هاد لا سيرفاس هادي، 0 ما كاينش المغناطيس. مزيان. القرص هادي في الحاله اللي كنبغي انا نسجل شي حاجه، يعني ملي كتبغي تسوفغاردي شي حاجه، ملي كدير اونغيستخير شي دوكيمون ديال الوورد، ملي تكوبي شي حاجه او يعني تنزل شي ملف على القرص الصلب،
فهاد الامر هكا كيوقع. هاد يعني هاد الشوكه هادي كت اونريجستري هادوك لي بوين 1 و 0. هاد لا سيرفاس هادي كذلك هي مقسمه لدي كليستور. كليستور هي اصغر وحده في القرص الصلب اللي مكونه ليها هاد القرص الصلب. فكل 0 و 1 كتسجل دي كليستور مزيان. دابا ملي كنكون تنغوجيستري يعني ملي كنكون اونغوجيستري كتقوم بهذه العمليه. ملي كنكون بغيت نقرا شي بيانات يعني انت مثلا سجلتي صوره في القرص الصلب حطيتيها في القرص الصلب ودابا بغيتي تقراها ملي غادي تبغي تقراها اش كيوقع؟ القرص الصلب فهاد لي بلاتين كيدوروا بسرعه كما كتشوفوا لان هنا كاين واحد الموتور هو اللي كيدورهم كما كتشوف معايا. فهاد الموتور هذا اللي كيدور ليا هاد لي بلاتين هادو. فالشوكه ملي كتبغي تقرا ما باقيش كتطلق داك المغناطيس لا كتولي هي كتقرب يعني هاد الشوكه هادي كتقرب وكتولي البلاصه اللي فيها المغناطيس. حنا كنعرفوا ان السرعه باش كيدور المغناطيس ملي كيتلاقى مع راس البوبينه فهو غادي يعطيني واحد الشراره كهربائيه. هاد الشراره الكهربائيه هي اللي كتقراها هاد الراس ديال هاد البوبينه. يعني البلاصه اللي فيها شراره كهربائيه يعني هذاك هو واحد، البلاصه اللي ما فيهاش هو زيرو. يعني البلاصه اللي فيها مغناطيس هو واحد، البلاصه اللي ما فيهاش هو زيرو. ومغناطيس ملي غادي يتلاقى مع هذيك الشوكه غادي يعطي واحد شراره كهربائيه وبالتالي غادي يولي هذيك البوبينه ما باقيش غتطلق شراره كهربائيه ولانما غادي تبدا تقرا يعني هذيك الشراره الكهربائيه اللي كتصدر من القرص الصلب. وبالتالي البلاصه اللي فيها يعني شراره كهربائيه راه هي واحد، البلاصه اللي ما فيهاش هي زيرو. اذا هذا هو الميكانيزم باش كيخدم لنا هاد القرص الصلب. هاد لي دوني تو سامبلومون اللي كتقراهم هاد الشوكه هادي فهما راكبين في هاد يعني في هاد لا 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 يعني هاد الشوكه هادي راها راكبه مع هاد لاكارت مير. هاد لاكارت مير اللي كذلك كتميز انها كما قلنا كتقرا هاد لي زانفورماسيون كيترسلوها من ديسك دور وكتعطيهم للبروسيسور يعني كتصيفط لي دوني ديالها للبروسيسور. الانواع دابا اللي عندنا ديال الاقراص الصلبه دابا فهمنا كيفاش كيخدم لينا القرص الصلب. دابا الانواع اللي عندنا ديال اللي كان عندنا لي زانتيرفاس عندنا دي تكنولوجي يعني اللي كنهضروا هاد لي زانتيرفاس هما يعني هاد البلاصه هادي فين كيركب لا ليمونطاسيون والضو. فملي كيركبوا مع الكارت مير فهنا كاينين عندنا جوج ديال لي تكنولوجي وهاد لي تكنولوجي اللي جاونا باش يسرعوا لينا يعني لي شونج ديال لي دوني من بين هاد القرص الصلب وبين لي كومبوزون ديال او بين لا كارت مير. فعندنا لا تكنولوجي اللي كتسمى اتا. اتا هو اختصار لكلمه ادفانس تكنولوجي اتاشمنت. ادفانس تكنولوجي اتاشمنت. ادفانس تكنولوجي اتاشمنت كتجينا بجوج الانواع. كتجينا بالنوع اللي كيتسمى باتا باراليل ادفانس تكنولوجي اتاشمنت. وباراليل ادفانس تكنولوجي اتاشمنت سافو دير ان ملي كنبغي نركب قرص صلب مع قرص صلب فهما كيخدموا باراليل. وكذلك عندي السيريال او اللي كنسميو حنا بالساطا او يعني بالساطا. الساطا هو اسرع من الباطا يعني سيريال ادفانس تكنولوجي اتاشمنت يعني كيركبوا اون سيريال. السيريال بطبيعه الحال هو اسرع من 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 الباراليل والباراليل هو الباطا. اذا هذا الباطا كما كتشوف معايا هذا انتيرفاس بار. للاسف ما عنديش ديسك دور ساطا عندي ديسك دور واحد ولكن خدام به ولكن هذا لا يعني انني نوريكم فقط هذا لادابتور ديالو. اذا هذا هو لادابتور ديالو كما كتشوفوا معايا هو صغير الا ما قرناه بهذا لان هذا كبير كما تشوف معايا. وبالتالي كنساو واحد المشكل ديال يعني ديال السرعة لأن السريال الساطا هو أسرع من الباطا. كذلك فملي كنبغي نركب قرص صلب خصني نرد البال أو ملي كنبغي نركبو في لاكارت مير فخصني نرد البال كذلك لهاد يعني هاد البلايص هادو. فهنا كنهضرو على السليف والماستر وكاين كذلك كابل أو الخطاط عطي الاختيار للنظام ديال هو اللي اختار كيفاش بغيتي تركب هذا القرص الصلب كيفاش.
فمثلا اللي كنبغي نركب هذا القرص الصلب مع قرص صلب اخر، نفرضوا ان هذا القرص الصلب هو اللي داير فيه نظام التشغيل، لان ملي كنبغي نركبهم في الكارت مير فخاصنا نراعي واحد الامر مهم جدا، هو ان هنا كنخدموا بسليف وماسر. يعني ملي كتبغي تركب هادو بجوج في يعني في مع الكارت مير فخاصك ترد البال ان كاين عندي، يعني نفرضوا انهم جوج ديسك ديورات، فواحد ديما كيتحكم في الاخر، يعني الماسر والسليف، واحد عبد وواحد يعني واحد خادم وواحد سيد، هاد السيد هذا هو اللي كيتحكم في الخادم. فما يمكنش مثلا انك تدير دو ديسك دير تركبهم بناب وحده وتركبهم بجوج ماسر، هذه امبوسيبل، ما يقدروش يخدموا لك، لان ديما خص يكون واحد ماسر وواحد سليف. الماسر ما يقدرش يكون ثاني، نفرضوا مثلا انك انت حط هذا هو فيه هو نظام التشغيل، ما يمكنش انك تجيو ديروا هو السليف، خصو يكون هو الماستر، ما خصكش ديروا هو السليف، الا درتي هو السليف ما يخدمش لك. دير الا كنتي هذا هو اللي منظم عليه منصب عليه ويندوز اكس بي، خاص يكون هذا اللي منصب عليه ويندوز اكس بي هو الماستر، وهذا اللي مثلا انت دير ديسك دير دي هو السليف. كيفاش تنختار السليف والماستر؟ بطريقه بسيطه جدا، انك كتشوف في الغطاء وكتلقى دي زانفورماسيون اما هنا او لا كتلقاهم هنا، يعني كتلقى واحد لافيش هنا وكتعطيك السليف والماستر. فاش كيبقى ليا؟ تيبقى ليا فقط انني كنهز هذا كيتسمى الجام، هذا كيتسمى الجام، وكنشوف مثلا انا عاطيني هذا الوسطاني هو الا بغيت ندير هذا ماستر، فقط نشد هذا الجنب كنحطو هنا وكيولي عندي هذا هو الماستر. وكذلك الا بغيت هذا هو السليف كنشد نفس هذا الجامبر هذا وكنحطو في البلاصه اللي عندي كاين ليا الا بغيتو سليف وكنحطها. في الحاله اللي بعض المرات، يعني هذه من تجربه شخصيه، بعض المرات كدير سليف وماستر ومع ذلك ما تيبغيوش تيبغيش يخدم، فهنا بعض المرات خصني نعطي الاختيار للبيوس هي اللي كتختار. فهنا كنحاول انني يعني الا في حاله اللي ما تبغيش تخدم ليا، فانا كنشد تو سامبلومون هاد الجامبر هذا، جامبر واحد فيهم، وكندير اما واحد ماستر وداك الثاني كنحاول نحطو في كابل سيليكت. ديما غادي تلقى واحد اللعيبه سميتها كابل سيليكت، الا ما خدمش لك في السليف اوتوماتيكمون كديرو في ماستر، او عفوا في كابل سيليكت، تخلي البيوس هي اللي تختار هذا الكابل سيليكت. بعض المرات كذلك، وهذا الشيء من امور يعني تجربه شخصيه، بعض المرات الكابل سيليكت تقدر ما تلقاش، ولكن خصك تحيد غير هذا وتولي هو كابل سيليكت. يعني ما تكون دير حتى جامبر في وسط هذا وتتخلي البيوس هي راسها كتختار هذا واش يكون سليف ولا ماستر. متفقين؟ كذلك من الامور اللي ممكن انها تجي، وكنت شرت لها في حلقه سابقه، ممكن لك انك ترجع لها باش تعرف كيفاش نحلوا هذا المشكل هذا. بعض المرات الديسك ديالنا ما تيبقاش خدام، يعني كيسكت. فالحاجه الوحيده اللي كنديروا اننا كنشريو ديسك دور كيكون شبيه ليه، نفرضوا مثلا اذا هذا راه شبيه لهذا، فنفرضوا هذا مثلا خسر ليا، فكنشري واحد من القديم شبيه ليه، وكنحاول انني نبدل هذا الكارت مير هذه بهذيك الكارت مير اللي تحرقت، لان غالبا تتحرق فقط هذا الكارت مير، هذا الكارت مير اللي هضرنا عليه. اذا كنتمنى انني شرحت لكم او يعني حاولتوا انكم تفهموا معايا كيفاش كيخدم الديسك دور ديالي. الى فيديو اخر من فيديوهات رغيف امين اللي مخصصه فقط للهاردوير، ان شاء الله غادي نتحدثوا على غادي نتحدثوا على لارام، غنشوفوا لارام كذلك ولا لارام والروم باش نمروا مباشره للبطاقه الام. اذا تبارك الله عليكم، الى فيديو اخر من فيديوهات رغيف امين على مختلف الحمايه، دمتم في امان الله. يمكنك دائما زيارة صفحة متخصصي الحماية على الفيسبوك www.facebook.com/gh3.professional، أو زيارة صفحة راغب آمن على الفيسبوك www.facebook.com/raged.geek، أو زيارة مدونة الصفحة على gh3barpro.blogspot.com.